عندما قام الإمام الحسين بثورته كانت إحقاقاً للحق وإنصافاً للمظلوم، كانت ثورة على كل ما له علاقة بالفساد من أجل تحييد هذا والقضاء عليه، ومن أجل تعميق وتجذير الأخلاق والقيم العالية. أبرز ما يميز ثورة الإمام الحسين عليه السلام وشخصية الإمام الحسين عليه السلام هو ذلك الانفتاح الكبير وتلك الروح الإنسانية المتوثبة العالية، لأن الإمام الحسين هو سليل مدرسة الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. وعندما نتحدث عن الإمام علي عليه السلام فإنما نتحدث عن مدرسة في القيم وفي الأخلاق وفي النبل. من هنا يمكننا القول إن هذه الثورة كانت ثورة للإنسانية جمعاء، لجميع الراغبين والطامحين بالتخلص من هذا الظلم ومن هذا العنت ومن هذا الجور المفروض عليهم. لذلك فلا غرابة أن نجد مثلا أن كبريات المدارس والأكاديميات الغربية تستشهد بنهج الإمام الحسين. غاندي أيضا له نهج مهم بالتأسي بسيرة ومسيرة الإمام الحسين. إذا كان هناك من رسالة يوجهها المرء فهو أن نقتدي بنهج الإمام الحسين عليه السلام، وأن نسير على ما سار عليه بثقافته وأخلاقه ونبله، لأنها هي السبيل الوحيد وهي الطريق المستقيم لأن ننجح ونحقق ما أراده الإمام الحسين وما يريده ديننا وأخلاقنا التي ربينا عليها والتي تعلمناها. وهذه هي ثورة الإمام الحسين التي يجب علينا أن نجعلها موجودة في مناهجنا في تاريخنا، ولكن أيضا يجب علينا أن نحسن استخدامها، لأننا عندما لا نحسن استخدام هذه المنهجية الحسينية فإننا سنذهب باتجاهات لا تحمد عقباها.